السلام عليكم، معكم أمير، مرحبا بكم في قناتكم تريك برو. مرة أخرى تلبية لطلب أحد المشتركين في قناتكم تريك برو الذي طلب مني مراجعة شاملة لجهاز كوندور أليير أويد. جبت لكم الجهاز وإن شاء الله راحين نقوم بفتح العلبة ونقوم بمراجعة شاملة للجهاز. أول شيء هذا هو جهازنا، جهاز كوندور أويد. نشوف محتوى العلبة التي تأتي مع الجهاز. نجد كابل أو تي جي خاص بالجهاز من أجل وضع اليو اس بي فلاش ديسك أو أي شيء مثل الماوس، الكيبورد، أيضا تستطيع وضعها مع هذه الوصلة، بواسطة هذه الوصلة. أيضا نجد كابل والشاحن الخاص بالجهاز. نجد أيضا سماعات الأذن وهي جيدة نوعا ما. أيضا نجد هنا الضمان لمدة عام من شركة كوندور. نجد المسمار الخاص بفتح منفذ الاس دي كارد ومنفذ الشريحتين. نجد هذا الاكسسوار الذي يمكنك من ترك الجهاز واقف، مثلا تضعه هكذا وتقوم بوضع الجهاز عند مثلا مشاهدة فيلم او اي شيء من هذا القبيل. ايضا نجد دليل المستخدم الخاص بالجهاز. نجد بروتكتور من السيليكون، ونجد بوشات خاصة بالجهاز وهي أنيقة جدا. وأيضا نجد TFT من أجل وضعه في الجهاز. إذن هذا كل ما وجدنا في علبة الجهاز. وحقيقة كوندور مبادرة جيدة من كوندور أنها تعطينا كامل الأكسسوارات، حيث أن في أغلب الماركات الأخرى لا نجد كل هذه الأكسسوارات. الآن أول شيء وكالعادة نقوم بإلقاء نظرة على الشكل الخارجي للجهاز. كما ترون هذا هو شكل الأويت وهو شكله أنيق جدا. من هذه الجهة نجد زر الباور ونجد زر خفض ورفع الصوت. من الفوق لا يوجد شيء. من هذه الجهة نجد المنفذ الخاص بشريحتين سيم أو شريحة سيم وكارت للذاكرة. من الأسفل نجد منفذ الخاص بالشحن وأيضا المنفذ الخاص بالداتا. وهنا أجد المنفذ الخاص بسماعات الأذن، وأجد أيضا المنفذ الخاص بميكروفون المكالمات. من الخلف نجد مكبر صوت بتقنية DTS العالية الجودة، ونجد أيضا حساس للبصمة وهو سريع جدا. أيضا نجد كاميرا بدقة 13 ميجا بيكسل مع فلاش ليد. ومن الأمام نجد كاميرا 8 ميجا بيكسل وأيضا مع فلاش ليد. أيضا الجهاز يتوفر على شاشة بدقة فول اتش دي بتقنية الاي بي اس، وأيضا كاميرا 8 ميجا بيكسل مع فلاش ليد. ندخل إلى برنامج سي بي يو زد من أجل التعرف على الخصائص الأخرى للجهاز. كما ترون الجهاز يتوفر على معالج ميديا تيك MT6758 بتردد 1.30 جيجا هرتز وهو 8 النواة.
معالج لا بأس به نوعا ما. أيضا نجد الجي بي يو وهو الخاص بالثري دي، نجد مالي تي 720. بالنسبة للرام نجد 3 جيجا من الرام، ونجد 32 جيجا من الذاكرة الداخلية. بالنسبة للشاشة كما ذكرنا وهو فول اتش دي. بالنسبة للبطارية 3150 ملي امبير. بالنسبة ايضا للديتكتور يتوفر على كثير من الديتكتور او جميع الديتكتورات الخاصة مثل الاكسليرومتر والترمومتر. الان نقوم بتجربة الكاميرا. اداء الكاميرا في الجهاز جيد جدا. مثلا اقوم بتصوير هذا الجادجت كما ترون، والجهاز يعطينا صورة جيدة كما ترون. بالنسبة للنظام وهو نظام مارشميلو، نظام جيد وسلس. استعمال الجهاز جيد جدا. ان شاء الله هذه هي مراجعتنا للجهاز. ان شاء الله يكون جهاز كوندور اولير اويت قد اعجبكم. سعر الجهاز يتراوح بين 26000 و 27000 دينار جزائري، وبالنسبة لي الجهاز يستحق الاقتناء. وانتم خليوا لي رأيكم ان شاء الله في التعليق ان كان الجهاز قد اعجبكم ام لا. هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة، وان شاء الله في حلقات اخرى، والسلام عليكم. ما تنساوش ديروا جيم للفيديو وديروا سبسكرايب للاشان يوتيوب، وبقى لي نقول لكم ربي لاقينا في الخير ان شاء الله.